في شي مو منيح شكران؟ احكي بنتي، لا تخجلي. يلا بقى يلا، ردي على التليفون يا ستي ردي. امي كنتي ردي على تليفونك. تركيرن مو مهم، انتي شو مشكلتك احكي لي، هاتي لشوف قولي لي. يلا النبض 152 ونسبة الأكسجين 60%. تحمل عمران، الله يوفقك، كون قوي بس كرمال ابنك. عم ينخفض نبضه دكتور. شو دكتور شو صار له؟ عمران لا تتركني. عمران دخيلك لا تتركني لحالي. دكتور بترجاك اعمل له اي شيء ساعده، لا تخليه يموت. كله بسببي انا، انا السبب بكل شيء عم يصير. رح نعمل له صدمات. جاهز؟ 3 2 1. يا ربي دخيل. يلا كمان قوية. 3 2 1. قوية أكثر. جاهز؟ 3 2 1. بنتي يلا حكي، شو المشكلة؟ حكي بقى، في شي مو منيح؟ يعقوب. أمي شو بكي مريم؟ شو بكي يا قلبي أنتي؟ مريم أنتي منيحة؟ عمران شو بقى ابني عمران؟ لك شو صار له؟ حكي. عمران تقوص من شوي. قولي لي مريم، هو مات؟ أمي مات. عمران روحي ابني. عمران ابني. لسه مرة. جاهز؟ 3 2 1. رجع نبضه دكتور. لا تروح وتتركنا أنا وابنك. ألف حمد وشكر لك يا رب، من حمد ومن شكر. ألف الحمد لله. يا الله كن بعوننا يا رب، لا تحرق قلوبنا عليه يا ربي. شكراً على التليفون. وشو يعني؟ بتدق وبعدين بتسكر. لازم رد عليها. ايه شكراً.
خير؟ شو في يعقوب؟ موصين أخي عمران متقوس. أخي شو صاير له؟ إصابة بطلق ناري. المريض بوعيه هلا؟ بوعيه، بس نسبة الأكسجين ما عم ترجع لمستواها. جهزوا غرفة العمليات فورا وخبري أخصائي الداخلية. رح خبرهم فورا دكتور. انتوا ما فيكم تدخلوا. كرم؟ وينو عمران؟ دخلوا لجوا، رح يفوتوا على العملية فورا. كل شي من تحت راسك، رح حاسبك على اللي سويتي. بعدين ديما دعي نقعد برا. يلا امشي، لا تحكي معه ابدا. يا عمري انتي ما كان لازم تتعاطي معهم ابدا، كان لازم يا بنتي ما تقبلي بعرضهم وتمشي. بس هي ما لغلطانة، كل يلي صار من تحت راسي إني عمران هلأ جوا بسببي، أنا المسؤولة، كل شي صار بسببي. يا روحي لا تتضايقي. لك انتي بكل وقاحة لسه واقفة هون؟ عمران بسببك انتي جوا. شو انتي ما فيكي دم بنوب؟ نلع من هون، شو ناطرة؟ بنتي شو ما عم بتشوفي؟ هي معصبة ومحروق قلبها، زوجها هلأ بالعناية وهالشي بسببك انتي. روحي من وشها ولا عاد ترجعي. شو ما عم تسمعي؟ نقلعي. مرت خالي بكفي، رفيف ما له ذنب بنوب، أنا المذنب مو هي. أنا نرفزته لمحمود قليل هالشرف، وخالي فات بيناتنا ليخلصني منه، هو جوا بسببي أنا. كرم كيفه خالك؟ عايش مو؟ ما بعرف عنه شي ستي، لسه ما طلع من العملية. لما جابوه كيف كان وضعه؟ نزف دم كتير جدي، أنا ما كنت معه، رفيف ضلت معه بالإسعاف، هي بتعرف وضعه. إذا ابني عمران بيصير له شي، أنت وهداك الرجال ما بترككن عايشين. وهي عم قلك روقي شوي نعمت خانم، نعرف محروق قلبك، بس والله بنتي رفيف ما إلها ذنب اللي صار بنوب.
كرم بيك حكى لكم القصة. ما حدا يفش خلقه ببنتي ابدا. لكان عمران ليش جوا هلا؟ هداك الزلمة ليش كان هنيك؟ بسبب بنتك تصاوب عمران. لو رفيف تركتنا ما كان صار شي من هالمصايب. بكفي، انا ابني جوا بين الحياة والموت وانتو قاعدين برا عم تاكلوا بعض. عمران بسببكن هلا بهي الحالة، وما في حدا مذنب لحاله، كلكن. أخي وينو عمران؟ بغرفة العمليات. قلي لي الحقيقة، وضعه خطير كتير؟ ما بعرف يا روحي، ما حدا فينا بيعرف شي عنه. أمي إذا صار له شي أنا ما رح أقدر أعيش، ما رح أقدر. خلاص اهدى يا روحي، لازم نستنى. تعي يا عمري، خلينا نقعد أنا وانت شوي. كرام، قبل ما تجي الشرطة هلا روح على مخفر المستشفى واعطيهم افادتك. انت الوحيد اللي شفته وما بتعرف مين هذا اللي قوصه، ونحن ما عنا اي عداوات بنوب. ماشي؟ طيب جدي. وبعد خبر لرجالنا يلاقوا له الكلب ويجيبوه لعندي. لا تاكل هم جدي، اذا بينزل للسابعة ارض رح يجيبوا له الحقير. يلا. زيدوا كمية الأكسجين أكثر وكمية الدم كمان. الأكسجين 85% والضغط مرتفع. زيدوا لي التخدير، استعجلوا. خططت القلب، أعطيني المقص بسرعة. استعجلوا شوي، رح ينزف أكثر من هيك. بابا، نحن ما رح نموت ما؟ كلنا رح نموت ابني، بس كنيتنا وهذا الشجر رح يعيشوا ويعمروا لآخر الدنيا. ما لح يشوف ابنه، معقول هي تكون آخرتها؟ يا رب يوقف معنا. طولي بالك شوي، أخي رح يتحسن أمي ورح يرجع يعيش معنا. عمران ما رح يتركنا أبدا ورح يشوف ابنه. أكيد ما رح يتركنا هالمرة، ما رح مرقة، بس يتحسن رح خانقه على اللي عمله. شلون هيك بيرمي حاله عرصاص؟ كان بده ولد يحمل اسمه، العمر ناطر هالولد، وأنا كرماله عملت كل هذيك القصة. كنت حابة يصير عنده ولد يسنده بكبرته. يا ربي يا ربي بترجاك، بس خليه يشوف ابنه ويشم ريحته ولو لمرة واحدة، واعفي عنه وحملني ذنوبه يا رب. حملنا يا بابا. اللي شوفي يعقوب، تتذكروا نحن صغار وقت كان عندك حصان بالمزرعة تبعنا؟ كان لونه أبيض وأسود وحلو كتير، وعمران ركب عليه من دون ما يخبرك وانكسرت رجله للحصان. ايه، وقت اللي
طالعه من الزريبة وركب عليه وكسر رجله للحصان. أنا يا بابا بعرف. تعرف؟ ومن أول ما انكسرت كمان. بالله بس أنت عصبت على عمران وضربته كف كمان. لكن ليش ما ضربتني إلي؟ ليش ضربت عمران بدالي؟ لأنه بيتحمل أكثر منك يا يعقوب وبيصبر مو مثلك. أنا حاولت علمك القوة منه ولهيك ضربته قدامك وقلت أنت بتعرف حالك شو عامل ورح تحس إنك ظلمته كتير وبيجوز تندم وتعرف إنه ضحى من شانك وتصير مثل عمران يلي مستعد يضحي بحاله بأي وقت مشان أخوه. حاولت علمك بابا. عمران ما رح يدركنا يا بابا. قلت لك بيتحمل يعقوب لا تخاف. سوية الأكسجين 85% والضغط بارتفاع. زيدوا الأكسجين. راقبوا لي حركة القلب. ديما حبيبتي أنا طالعة أحكي على التليفون. ماشي. شو عملت؟ أعطيت أقوالي جدي وخبرت رجالنا جايين على الطريق. أهلين جل. كيف صار عمران؟ دخلوا على العملية بس أنا متأكدة إنه قوي ورح يتحسن وما رح يتركنا أبدا. لا ما رح يتركنا. لا تاكلي هم. عمران مستحيل يتركك بنص الطريق. رح يتحسن ويقوم بالسلامة. إن شاء الله مع قلب شر بابا. أزمة وبتنتهي يا ابني. رح تعدي. شفت يا جلال كانوا رح يقتلوا أخوك ابني. خلص لا تدعي يا أمي. أخي بإذن الله رح يقوم بالسلامة وما رح يصير له شيء. إن شاء الله. طمنيني عن أخي. ابني عايش. اهدوا شوي. هو لساته بالعملية بس نحن لازمنا حدا يتبرع بالدم فورا. أنا بتبرع. شو زمرة دمك؟ إيجابي. مع الأسف زمرة دم عمران بيك أو سلبي. خلاص قد ما بدكم خدوا مني. هذا بيكون أخي. زمرة دمنا وحدة أو سلبي؟ ما بعرف شو هي بس أنا أخوه الكبير وإلا ما يكون نفس الزمرة. زمرة دمكم ما بتطابق ونحن كمان مثلك ما فينا نعمل شي. كيف يعني أمي ما بتطابق ونحن أخوات؟ بس ما نم الطابقين ودم مريم كمان هيك يا ابني. طيب وشو بدنا نعمل هلأ؟ انت شو زمرة دمك؟ زمرة دمي أبي سلبي. كرام خبر اللي بالقصر وخبر رفقاتك وكمان كل الموظفين اللي بالشركة. إذا حدا زمرة دمه بتطابق يجي هلأ على المستشفى يا ابني. رح خبرهم فورا جدي. وأنا رح خبر الموظفين اللي عندي بالمطعم. تعمل معروف. أنا زمرة دمي بتطابق فيكن تاخدوا مني بس لازمنا 3 وحدات على السريع مدام. خدوا مني قد ما بدكم. تفضلي معي إذا سمحتي. ما رح أنسى لك هالمعنى. ما نقصة نعمة خانم. أنا أكتر وحدة بتعرف شو يعني الأم تنحرم من ضناها.
هذا شو كان عم يساوي هنيك؟ ما بعرف أمي. اسمعيني منيح ليكون هالولد كمان بيحب رفيف. ايه أمي. انتي كيف روحتي هالكرت منك؟ كنتي بدل ما تطلبي المساعدة من محمود السرسري لحتى تخلصي من رفيف كنتي دخلي كرم، وأكيد كانت انتهت القصة من زمان. لا تحكي شروي غروي، أنا مالي رايقة لمخططاتك هلأ. انتي بس فتحي عيونك عمران، خاطر بحياته كرمال هالبلد، رح يفضل رفيف على ابن اخته؟ كان كرماله بلحظتها سحب ايده عنا. انتي بس فكري شوي بحكيه. اذا عمران صار له شي ما رح اسكت لمحمود على العمل اللي عملها هي ابدا، مستحيل اتركه يرتاح. انتي لا تفكري بهالشي، عمران قوي كتير وما بيستسلم ابدا، انا بعرف منيح هالشي. انتي لا تاكلي هم، رح يتحسن. حضرتكم من عائلة عمران يوروكم؟ ايه انا بكون ابويا بنتي. حضرتك تفضل معي لو سمحت. طمنيني ابني كيفه؟ انا ما بعرف شي، بس طلبوا مني استدعي كبير العائلة. زياد بيك اهدي شوي، لا تخافوا، تفضلي يا بنتي تعي. اهدي يعقوب تماسك شوي. اذا بصير شي لعمران انا بنتي، والله بنتي. اهدى خلص حبيبي، لا تعمل هيك بحالك. عمران ما رح يتركنا ويروح، ما رح يموت. (تصفيق)